القروض ستكون بدل الثمانية مليون ستكون تبدأ يبدأ القرض من 20 ولدينا ثلاث مستويات من القروض، إذا فرد واحد في 20 مليون، إذا المشتركين بالمشروع مو أقل من خمسة فما فوق 50 مليون، وإذا 10 فما فوق 100 مليون. ليش سوينا هذا؟ لأنه ذيش القروض 60 ألف 8 ملايين أو 10 ملايين غير كافيات لفتح مشروع بالحقيقة. هو يأخذهن لو يسقف فيهن بيئة خطية، لو يشتري لبيهن تفقى يروح يتعارك بيها، لو يتزوج لبيهن مرة ثانية أو مرة أولى. لذلك القروض القادمة ستكون قروض لمشاريع حقيقية. طيب. تبدأ من 20 إلى 100 مليون، والموازنة إن شاء الله تقرب الأيام القادمة موجود بها هذا الصندوق 400 مليار فقط للقروض. حصلنا على يعني طبعا برنامج حكومي على مدى السنوات الثلاث القادمة 23 24 25، في كل سنة 400 مليار لصندوق الإقراض. هذا راح نعطي فيه، نعم سنعطي عشرات الآلاف من القروض لشبابنا لتشغيل المشاريع. وأنا أحب أذكر هذا الموضوع أكثر من مرة، عندنا ثلاثة من الشباب أخذوا قرض قبل كم سنة، زين يسمونها القروض الحاضنات الأعمال اللي هو 20 مليون. طيب هم ثلاثة فأخذوا قرض 50 أو 60 مليون اشتركوا فيه، فتحوا مشروع في شرق القناة بالرصافة اسمه بيت الشباب. تدري الآن ايش قد اللي يشتغلون عمال في هذا المشروع؟ 100 عامل ما شاء الله، يعني شغلوا 100 شخص وفتحوا 100 بيت من قرض 50 أو 60 مليون أعطته وزارة العمل. لذلك هاي 400 مليار إن شاء الله سنفعل فيها آلاف المشاريع المدرة للدخل، والشغل عشرات الآلاف من الشباب. جميل.